قلنا لحضراتكم قبل الفاصل ان احنا هنركب قطر. الطبيعي عشان نركب القطر ان احنا ناخد مسار الرحله كلها، الحجز، التذاكر. احنا موجودين في مكان خارجي، خارج المحطه على طول، واحد من الاماكن المتعدده في الحقيقه علشان قطع تذاكر القطارات لكل الجمهوريه. انا واقف هنا تقريبا بقالي تلت ساعه قبل ما ابدا اتكلم مع حضراتكم، بنحضر الكاميرات، بنشوف الاضاءه، بنشوف العوامل يعني التلفزيونيه المختلفه. وفي الحقيقه طول ما احنا واقفين وطول ما احنا بنحضر، الست الطيبه الهانم دي ما عبرتناش خالص ومش حاسه بوجود التلفزيون، ودي حاجه الواحد قليل قوي لما بيلاحظها. وبرده الراجل الطيب المحترم ده برضو اكننا مش موجودين، انا لسه حتى ما اعرفش اسمه، يعني انا خايف اساله علشان هو بيخدم ناس كتير وناس كلها ورا بعض مش ملاحقين يعني. فهنتكلم معاهم وهنتكلم مع الناس. هناخد الخط الطبيعي لركوب القطر من المحطه، من محطه مصر الرئيسيه. ينفع اكلمك دقيقه واحده؟ ايوه يا استاذ. ازيك يا راجل طيب؟ صحتك يا باشا. انا ما تعرفتش بيك. انا اسمي علي محمد احمد مرسي، صرفت تذاكر. علي محمد احمد مرسي، صرفت تذاكر. ايوه يا باشا. قالوا انه التذاكر يومين دول بقى عليها الضغط اكتر من ساعه الغرامات ما زادت، ده صحيح؟ الضغط زاد يا باشا، والحبس زاد، وكله زاد من ساعه ما فعلا ما بقت الموضوع دوت، والضغط بقى شديد جدا لدرجه احنا ما بنعرفش حضره الميه. وزي ما حضرتك شايف، انا لسه كنت بقول احنا واقفين بقى تلت ساعه انت ما اتوربتش. انا ما بعرفش اروح حضره الميه. انا كم سنه شغال؟ انا بقالي كتير يا باشا، بقالي 25 سنه. ربنا يديك الصحه طول العمر. كمل شغلك بقى، كمل شغلك. انا معاك كمل شغلك. الله يسهلك. خد يا باشا معاك اثنين اسكندريه. رايح فين يا حاج؟ اثنين اسكندريه. اثنين طالوا اسكندريه. رايحه فين؟ اسيوط. رايحه اسيوط. اتمنى الاقي تذكره والله يا استاذ شريف، اتمنى الاقي كرسي يا رب. وانت رايح فين؟ ابو تشت. بتركب القطر كم مره؟ يعني حوالي اربع مرات في الشهر. اربع مرات؟ بتركب القطر اربع مرات في الشهر. بتقطع من هنا على طول؟ على طول من هنا، على طول من هنا. خد خمسه. لا استنى، انت بتركب القطر كم مره بقى؟ لا يعني انا اول سنه اركب كتير بصراحه، جيت اربع مرات السنه دي. اول سنه تركبي السنه دي ثلاث اربع مرات؟ بس الحاجه يعني سهله وكويسه، وناس زوبي عاملينها كويس، بس كل واحد في دور. انا ملتزمه بالدور، كل واحد في دوره. أيوة. طيب ماشي، هو في دور ستات ودور رجاله صح؟ طب مش عايز اعطلك، ازيك؟ تمام. انا ما تعرفتش بيك. اميره محمد احمد ابراهيم. اهلا بيك يا اميره. قطعنا مزاجك احنا، وقفنا المزيكا قبل ما نشتغل. ها طب يلا قطعي، قطعي للناس. اهو سكتنا خالص، سكتنا خالص. حضرتك رايح فين؟ ابو تشت تذكرتين. يلا السلام عليكم، مش هعطلك اكتر من كده. السلام عليكم. هو الناس ما ينفعش يعني انه الواحد يعطلهم اكتر من كده فعلا. احنا بس حاولنا ان احنا ناخد لمحه او صوره. الناس دي هم اللي بيتعاملوا مع القطر كل يوم، سواء على مستوى قطع التذاكر او على مستوى اللي بياخدوا الخدمه. الناس دي هم اللي بيتعاملوا مع القطر كل يوم. في ناس بتركب القطر مرتين وثلاثه في الشهر، في ناس بتركب القطر ابتدت السنه دي وابتدت تعتمد عليه. احنا واخدين المسار الطبيعي، وزي ما قلت لحضراتكم الهدف من الحلقه دي بعد ست شهور من حادث كان صدمه لينا كلنا وللمجتمع ده كله، ايه اللي اتغير وايه الوضع دلوقتي؟ مستمرين معاكم.